يتوغل إلى خارج، وماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء. بالغ يتوغل داخل منطقة العمليات، واللقطة كما تشاهدونها بالغ نقدر نقول كان ذكي وبحث عن الخطأ في هذه اللقطة. إذن الحكم بسيري يعلن عن ضربة جزاء لفائدة شباب الوزداد. سعيد زكريا وجه لوجه مع سعيود، وهذا الأخير يفتتح باب التسجيل. بداية قوية، شوف سعيود يتقدم يتأهب يسدد يسجل على لاعبي شباب الوزداد في منطقتهم، لكن حتى الآن نفذ الركنية وتدخل الدفاع. الحكم ربما أشار إلى خطأ قبل تنفيذ هذه الركنية. شخريط يوزع لكن ضامقي ما يتمكنش من الكرة، تسديدة لكنها جانبية. اختر فرصة بعيدة بعيدة بعيدة، لا يوصل عليها، بينما سيدريك يتدخل يمكن أن يتلقى الصفقة الثانية. بينما نشوف الكرة التي ضاعت في آخر لحظة، توزيعة والرأسية فوق العارضة الأفقية، تسديدة قوية قوية للتسديدة. وسيم محمد سيدريك في المكان المناسب ينقذ شباب الوزداد من هذه الكرة من مطراني. هذا يقول الحكم بطاقة صفراء بسبب التحايل من جانب الحين. نشوف اللقطة المعادة، أعتقد أنه فيه ضرب جزاء في هذه اللقطة. شوف اللقطة هنا فيه ضرب جزاء. نفذ هذه الكرة قوية والحارس سعيد زكريا في المكان ونهاية المباراة بفوز.